وهنتكلم عن يعني ان احنا فعلا عندنا انجازات مهمه جدا في تنس الطاوله، وهي اللي بتاهل اكيد جميع فرق منتخب مصر في الفردي وكمان الفرق الزوجي والمختلط لاولمبياد باريس 2024. وده الحدث الاكبر اكيد اللي كل الدول بجماهيره بالمواطنين بتوعه بيبقوا منتظرين الافضل، وميداليات كمان يعني اكتر من النسخ اللي بتكون قبل كده. حاجه اكيد لو هنتكلم فيها تفرح، وكلنا فخورين كمان باللاعبين بتوعنا وبالانجازات اللي هم محققينها حتى هذه اللحظه. بس خلينا نعرف كمان مزيد من التفاصيل وكل بقى الامور اللي تم حضراتكم معانا. المهندس ماجد عاشور المدير الفني لمنتخب مصر لتنس الطاوله، بونجور يا فندم، صباح الخير. صباح الخير، سعداء بوجود حضرتك، منور الدنيا، اهلا بيك. انا اسعد وانا اهلا بحضرتك. عايزين في البدايه قبل ما نتكلم عن ما هو قادم ان شاء الله، تعال نتكلم شويه عن اللي فات والمراحل المختلفه اللي خضناها عشان نتاهل لدي الاولمبياد والبطولات اللي شاركنا فيها، عشان برضو كانت هي سبيلنا للتأهل للدورات الأولمبية بما في ذلك من كواليس، لأن أكيد برضو بطولات عالمية ومنافسات على كل المستويات، فردي وزوجي وفرق، فبرضو نعرف من حضرتك كواليس كل ما تم قبل التأهل للدورة الجاية إن شاء الله. أوكي، هي يعني إحنا بدأنا للقصة بتاعت الأولمبياد دي من بدري شوية، يعني طبعا إحنا عارفين معادها، فبالتالي بيبقى بنبتدي نشتغل عليها من بعد الاولمبياد اللي بتنتهي اللي كانت في طوكيو، بنبتدي نشتغل وبنكثف في السنه الاخيره. طبعا احنا عندنا عده طرق للتاهل في تنس الطاوله، طبعا كلها من خلال افريقيا. يعني في طريق بيبقى الاسهل والاصعب في نفس الوقت، اللي هو طريق الفرق، ان احنا في بطولة أفريقيا اللي بتبقى مؤهلة للأولمبياد دي، أول حاجة بتبقى فرق، الفريق اللي بيطلع الأول وبيكسب البطولة بيتأهل مباشرة للأولمبياد بالماكسيموم بتاع عدد اللاعبين اللي هو 3، لأن الفرق بتتكون من 3 لاعبين. فده طريق سهل إن أنت تطلع الأول تتأهل. صعوبته إن أنت إزاي تطلع الأول في وجود منافسين كتير، وخصوصا نيجيريا المنافس اللدود بتاعنا يعني. فدي كانت النقطه الاولى. في بعد كده بقى لا قدر الله اللي بيخسر بيبتدي يخش في التاهل بقى الفردي. هو مش افريقيا الوضع ارحم شويه واهدى شويه من اسيويا مثلا في الرياضه دي؟ بالتاكيد بالتاكيد، يعني احنا تقريبا المنافس بيبقى نيجيريا والجزائر بدات مؤخرا شويه برضو، لكن اسيا اوروبا بيبقى اصعب شويه. اكيد عشان كده افريقيا بقت جاذبه للعيبه المجنسين، يعني احنا عندنا النهارده اللاعب اللي بيبقى اصل افريقي بس هو معاه جنسيه مثلا الفرنسيه تحديدا مثلاً. يعني فبيبتدي يلعب بجنسيته الاصليه بعد ما بيبقى وصل لمستوى على مستوى المنتخبات، يعني بيبقى ممكن ترتيبه في بلده مثلا في اللي هو فرنسا مثلا ممكن يبقى 7 8، ما بيقدرش يتاهل عن طريق اوروبا، فبالتالي افريقيا بيبقى اول، بيروح راجع لجنسيته الاصليه فبيرجع يحاول يتاهل عن طريق افريقيا. ففي اكتر من لاعب جزائري، في سنغالي كده يعني، فدي قوه الفردي. هم على مستوى الفرق ما بيقدروش يكملوا 3 اقوياء يعني، لكن احنا الحمد لله لما بنسافر بالفرق بيبقى معانا 5 لعيبه، الخمسه مؤهلاتهم ان هم يقدروا يكسبوا البطوله، بنختار 3 يلعبوا المباريات. فبالتالي احنا الحمد لله كنا مركزين قوي ان احنا نتاهل من اول طريق اللي هو طريق الفرق، عشان ما نخشش بقى في المتاهات بتاعه الملحق والفردي وكده يعني. فالحمد لله استعدينا، كان التاهل كان عن طريق بطوله افريقيا اللي اقيمت في الفتره من 11 ل 17 سبتمبر الحالي في تونس. رحنا البطوله كنا بادئين الاستعداد زي ما قلت لحضرتك كده بدري قوي، يعني كنا بنعمل تجمع للمنتخب 3 أيام في الاسبوع، وبعد كده زودنا عدد الايام، بعد كده عملنا معسكر مغلق في القاهره بيتخلل الفتره دي مشاركات في بطولات دوليه عشان نعرف برضو احنا واقفين فين ولعبتنا اخبارهم ايه. لعبنا اكتر من بطوله دوليه سواء في المانيا في سلوفينيا، يعني بطولات اوروبيه، وبعد كده ختمنا في كانت بطوله كازاخستان قبل السفر على طول لتونس.
وبعد كده عملنا برضو معسكر مغلق في الإسماعيلية. دي يعني احنا عادة قبل الأولمبياد بنعمل معسكر في الإسماعيلية بيبقى بعيد عن كل القاهرة واسكندرية والكلام ده، بيبقى فيه تركيز أكتر، وبرضو بنتفائل بيه الحقيقة، لأن احنا عملنا قبل طوكيو والحمد لله كسبنا، فعملناه برضو في الإسماعيلية السنة دي، ورحنا على تونس، وكانت البداية بقى البطولة والتركيز بقى في البطولة واحدة واحدة.